السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخبارك؟ طيب دلوقتي هنلاقي عندنا شوية أدوات سهلة جدا في الشغل، زي مثلا سي اف سبارك ارت، هو اللي كرييت ارت، وفي رايتر، وفي برومت بيلدر، وفي باتر، وفي ايمج ميكس. في شوية أدوات كويسة جدا في الموقع دوت، وأداهم حلو ومجاني. ونقدر هنا نقول له احنا عايزين نتخيل حاجة معينة، اي حاجة انت تكتبها اوتوماتيك تقول له جنريت. هنا بيقول لك المقاس اللي انت عايزه، وهتلاقي هنا مايجريشن، الحاجات اللي انت عملتها، ماي برايفت داونلود، برايفت داونلود. بعد كده يطلع لك الصورة اهيت. فبدأ يديك أربع صور تختار بينهم، هو أوتوماتيك يعني بناء على اللي أنت اخترته من الأربعة هو بيبدأ يعرف إن دي الأحسن، فبيطور نفسه بنفسه، بيتعلم منك. تمام؟ عشان كده هما سايبينها ببلاش. تقدر تعمل بابلش وهايد للبرومت، أو جنريت برايفت داونلود زي ما أنت عايز. أنا ممكن تقول له إيه، بابلش 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 بابلش. تمام. لو قلت له كمان صورة تانية بيعمل لك حاجة تانية مختلفة تماما، يعني هو مش بيعمل سيرش، لا هو بيعمل لك حاجة مختلفة. بيقول لك انا ممكن اساعدك في ان انت تعمل اوامر بشكل ظريف، زي مثلا انت تختار طريقة الرسم اللي انت بتحبها. ممكن تقول له انا عايز مثلا بالحبر، مثلا عايز اختار مثلا موازيك مثلا بالشكل دوت، بالشكل ده الفريم اللي عايز تعمل، بدر عايز تعمل، كل الحاجات اللي انت عايزها. مجرد ان انت تختار بيعدل لك هو الكلام اللي هيبقى موجود بالشكل ده. فدي برضو ميزة جميلة جدا في الموقع ده. الموقع كلها بتستفاد من بعض. تمام. ده خاص بالارت. ممكن تقول له الكاميرا نفسها تبقى عاملة ازاي، عايز الديسبلاي هيبقى عامل ازاي، الجيومتري، اللايتنج. لو بصيت هنا هتلاقي ان هو بدأ يزود لي المعلومات ديت. تقدر تاخدها كوبي، تقدر تقول له برومت، تقدر ان انت ترجع هنا وتقول له انا عايز اعمل كرييت للارت. الامر عندنا زادت بقى، في حاجات متخصصة شوية، وتقول له اعمل صور جديدة. فنلاقي ظهر عندنا حاجات جديدة بالشكل دوت زي ما احنا اخترنا. طيب في ان انت تكتب المقالات. تمام. بيقول لك اكتب بس كده سطر، نص سطر، ربع سطر، وهو يكملها لك. عايز تختار شكل المقالة عامل ازاي؟ طيب ممكن جنريتن كارد، ممكن اكسكيوز رايتنج، ممكن حاجة في الويب سايت. تمام. بحيث ان محركات البحث انها تشوفها. بيقول لك انت ايه الكي وورد اللي انت عايزها، بالأني لغة، وبتقول له اعمل لي بقى مقالة عن القصة دي. تمام. يعني بحس ان محركات البحث تحس ان الراجل ده باذل مجهود، و فيبدأ ان هو يرشح في كل حاجة. طيب تعالى بقى نشوف البطل. طيب هنقول له ايه مثلا، خلينا نجرب كده تري مثلا، نشوف هيدينا ايه. بدأ يدينا صور بالشكل ده. فهو الموقع صراحة جميل وأداؤه عالي، ويعني فكرة إن أنت تعمل برومت بالتخصصات ديت والحاجات دي بتسهل كتير على الواحد، حاجة أدفانسد.